بونجور ناتالي، هاي كيفك اليوم؟ اليوم موضوعنا عن الوقاية من السرطان والاعتقادات الخاطئة. أوقات الواحد بفكر إنه عم يعمل شيء منيح للوقاية، ولكن بيكون ما عم بيضر حاله، ولكن ما عم يعمل وقاية، صحيح. ما عم ياخذ وقاية من السرطان. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، وكمان مشاهدينا إذا عندكم أي سؤال تطرحوه على ناتالي 04444444 ناطرين اتصالاتكم. مثل ما كنت عم تقولي ستيفاني، نحن يمكن صاروا المشاهدين وكل الأشخاص بيعرفوا قد ايه أهمية التغذية للوقاية من مشاكل السرطان، وخاصة أنه هيدا مرض عم بيزداد يوم بعد يوم، ولأنه أكيد العناصر الخارجية اللي بتأثر على الجينات تبعولنا صارت أكثر وأكثر بتأثر على حدوث أو المرض هيدا. في كتير أوقات بنفكر، وفي كتير أسئلة أوقات بنطرحها على حالنا، أهم سؤال هو يا هل ترى نحن إذا كان عندنا بريديسبوزيسيون أو كان عندنا في أوقات بيصير في تغيرات بالجينات ميوتاسيون هي بتؤدي لحدوث هالسرطان هيدا، يا هل ترى هالأشخاص اللي عندهم هالاستعداد هيدا إذا دخنوا أو ما دخنوا، إذا أكلوا بطريقة صحيحة ولا لا رح يأثر؟ أكيد رح يأثر، لأنه الدراسات برهنت أنه حتى الأشخاص وخاصة الأشخاص اللي عندهم استعداد أكثر من غيرهم أنه يكون عندهم استعداد لمرض السرطان لازم ينتبهوا أكثر من غيرهم على الدخان، لازم ينتبهوا أكثر من غيرهم على نمط أكلهم، لازم ينتبهوا أكثر من غيرهم على اللايف ستايل تبعهم، يعني هاللي ما بيعمل رياضة أو هاللي ما بياكل أبدا خضرة وفواكه، هول الأشخاص ضروري أكثر من غيرهم أنه ينتبهوا على هالعناصر هاي، لأنه حتى لو في ميوتاسيون بهالجين أو حتى لو في بريديسبوزيسيون أو استعداد اكثر من غير اشخاص ستيفاني، في اوقات حتى لو فيها الميوتاسيون فينا ما يكون عندنا سرطان اذا انتبهنا على كل هالاشياء. دونك اللايف ستايل تبعنا اكيد بياثر، وخاصه اذا نحن كنا من الاشخاص اللي عندنا استعداد او لا تنعمل تيصير عندنا سرطان. متى الشخص اصيب بمرض السرطان؟ هل كمان الاكل بياثر اذا كفى ينتبه على اكله؟ لانه عم نعمل بريفنشن، بس اذا اصيب وبعدها او ديبي، يعني بعدها حتى من بعد نعم اول المرض، يعني الواحد كمان بهذا الشيء بيساعده. صح، اكيد التغذيه والنمط الحياه هو وقايه اكيد، واذا صار في سرطان اكيد اذا ضلينا نحافظ على نمط معين من التغذيه، لانه في اشياء معينه لازم ننتبه لها خلال مثلا العلاج من مرض السرطان، وكمان بعدين، لانه في كثير اشخاص اذا قدروا يتعالجوا من السرطان ممكن انه السرطان ما يرجع يبين عندهم تبعوا نظام غذائي سليم ونمط حياة صحي. دونك هيدا الشيء لازم نفكر فيه، انه مش بس خلص نقول بس وقاية، لا، التغذية خاصة بتلعب دور كمان بالعلاج وبمنع يصير في ريسيديف او حصول عن جديد مشكلة السرطان. دونك هيدا نمط حياة لازم نتبعه ونعطي شانس قدر المستطاع لمين ما كان فيه، لكل اكزاكتلي ما له شيء كثير صعب. خلينا ناخذ اتصال وبنرجع من تابع. الو الو، صباح الخير. صباح النور، تفضلي حبيبي، يعطيكم العافيه. ميرسي. من فضلك بدي اسال عن القمحه الكامله. نعم. هل بتاثر على المصران الغليظ؟ واذا ايه شو بدي استبدلها؟ حضرتك بتعاني من مشكله مصران الغليظ؟ مصران الغليظ، نعم. اوكي، وبتاكلي كل انواع الماكولات ما بتزعجك؟ اشياء بتزعجني واشياء لا. وليش خصيصا عم تسالي عن القمحة الكاملة؟ بتاكلي عادة خبز قمحة كاملة؟ بتسالكم بالتي في بتضلوا تسالوا عن تحكوا على القمحة الكاملة. اوكي. انا ماني منتبه اذا اكيد بتاثر علي او لا. اوكي. بس شو رايكم؟
اوكي ميرسي على اتصالك وعلى سؤالك. هلا مثل كل الاشخاص اللي بيكون عندهم مشكله مسران الغليظ في بعض الماكولات لازم يتجنبوها. هلا كل شخص بيعرف شو هي الماكولات اللي بتزعجه وشو هي الماكولات اللي ما بتزعجه، لانه في بروتوكول معين لازم يتبع تنقدر نعرف شو لازم نتجنب ولا لا. هلا عاده استهلاك كميه كثير عاليه من الالياف يعني بتأدي مش بتأدي، ممكن عند بعض الأشخاص تأدي لانزعاج أو وجع، لأنه هو بالنهاية المسران الغليظ هو هذا الوجع اللي بيأدي من بعد يمكن استهلاك بعض المأكولات. القمحة الكاملة مبدئيا لا، ولكن إذا كترنا من استهلاك الألياف بالإجمال مش بالأخص القمحة الكاملة ممكن انه يؤدي لانزعاج. دونك الشخص اللي عنده مسران الغليظ لازم ينتبه على كميه الالياف اللي بياكلها، ولكن مش بالضروره يكون القمح الكامله هي السبب. اوكي. لكن نرجع لموضوعنا ستيفاني، حكينا انه الوقايه والعلاج التغذيه لها دور كثير مهم. شو لازم ناكل؟ سؤال بينسال اول شيء هي مشكله الصويا. الصويا عنده او حبوب الصويا هن بقوليات، وهلا صارت كثير داخله بنمط غذائنا، لانه في دراسات فرجت انه في فوائد ممكن انه ناخذها من استهلاك كميه صويا بطريقه منتظمه. ادامامي في ادامامي، في اكيد الفول الصويا اللي بيكون محمص، في كمان حتى نطبخ الصويا، في الميت سبستيتوتس اللي بيكونوا هن عاده محل اللحمه ممكن انه نستعملهم، في الحليب الصويا. دونك الصويا صار داخل كثير بنمط الغذاء تبعنا، وصار في شويه لغط على على موضوع الصويا، لانه الناس صارت تخاف. نحن بنقول انه الصويا مفيد، ولكن كمان بعض الاشخاص تسمع انه الصويا بيحتوي على فيتو استروجين اللي هي شبيهه كثير بالاستروجين اللي الجسم بيفرزها، والدراسات اللي انعملت على انيمالز او على حيوانات فرجت انه بتعلي نسبة الاستروجين بالدم، وممكن انه تؤدي لسرطان، وخاصة سرطان الثدي، لانه الخلايا هي اكثر شيء اللي بتتاثر. ولكن ريسنتلي يعني مش من اول مش من السنة انعمل دراسات شاملة تا يتجاوب على هالموضوع هيدا، تنشوف يا هل ترى استهلاك الصويا بطريقة منتظمة بتأثر على مشكلة سرطان الثدي بالأخص عند السيدات. الدراسات برهنت، وهيدي عم قلك هو لي سنين من الدراسات، هيدا النتيجة تبعيتهم، إنه استهلاك حصتين يوميا من منتجات الصويا ما بتأثر أبدا على شخص بده يعمل وقاية من سرطان الثدي بالأخص، لأنه بالنهاية سرطان الثدي هو أكثر شيء بتأثر بهالنسبة الأستروجين. وكمان الأشخاص هاللي ممكن أنه يكون عندهم سرطان الثدي، يعني انصابوا بسرطان الثدي وتعالجوا، كمان هالسيدات هولي استهلاك يوميا حصتين من منتجات الصويا ما بتأثر على الكانسر. فيهم ما يستهلكوا كمان؟ لا مش بالضروره ما يستهلكوا، لانه الصويا ستيفاني وقت اللي بنستهلك هالمواد او هالمنتجات الغذائيه هاي فيها كمان فوائد، يعني فيها كميه بروتينات مهمه. يعني ما نقول بدنا نلغي هالمنتجات هاي، ما نخاف من منتجات الصويا بينز او فول الصويا، الحليب كمان، لانه في كثير اشخاص ما بيقدروا يشربوا حليب، ما لازم يخافوا. حتى في بعض الدراسات فرجت انه بعض الاشخاص ممكن انه يستفيدوا من استهلاك كوب او كوبين من حليب الصويا يوميا. سو ما لازم نخاف من استهلاك منتجات الصويا، لحديد حصتين باليوم للاشخاص اللي بدهم يعملوا وقايه، او للاشخاص اللي اصيبوا بسرطان الثدي وبدهم ينتبهوا. يعني كثير اوقات بخافوا شو بدنا ناكل؟ ما فينا ناخذ هالمنتج هيدا، ونحن معودين صار لنا سنين بنشرب حليب بديل للحليب اللي هو حليب الصويا. رح ناخذ اتصال. الو بونجوركم. بونجور، تفضل. بعد لي صباحكم. بدي اسال الدكتوره. تفضل. بالنسبه انا معي سكري، بس السكري ولا مره تخطى ال 150. نعم. 130 140 وهلم جره. انا بحب كل يوم اتروق اللبن بخبز محمص يوميا. نعم. وباكل بتغدى من كل الانواع، يعني ما عندي مشكله، بس باعتدال. بس اللي بدي اعرفه اذا في حال بقيت مستمر على هالشيء هيدا،
ومن عشية اوقات واحد ياخذ مرتدال بياخذ لبن البان اجبان. في اي اشكالات بالنسبه للسكري؟ في اي اشكالات؟ بعدين الشوفان بدي اعزك بذر الكتان، انا عم باخده مطحون، الي حق اخذ منه اكثر من مره بالنهار ملعقه صغيره او شيء او كيف؟ هل بتاخذ دواء كرمال السكري؟ باخذ دواء، بس دواء انه باخذ نص حبه يوميا مش اكثر. يعني وزنك كيف؟ كيف الوزن عندك؟ عندك زياده وزن؟ وزني عالي طبيعي يعني نو بروب، لانه انا بمشي كثير لانه ايه. قد ايه عمرك؟ عمري 63. اوكي، ونمط اكلك عندك كوليسترول تريجليسيريد عالي؟ لا ما عندي شيء هون، هو كله سوا. اوكي. بعدين انا ما باكل انه بقول انتفخت، ولا مره بقول ايش انتفخت، باكل باعتدال يعني ما عنديش. أوكي. ما بياكل كثير. سؤاله الأول عم بيسأل، هو عنده سكري وعم بيسأل إذا بيتروق كل يوم لبن وخبز محمص هيدا شيء بيأثر على السكري ولا لا. أهم شيء عند الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة السكري هي إنه تكون كمية نشويات بجسمهم، أو بالأحرى نسبة السكري تضلها هي زيتها خلال النهار، ما تلعب كثير. مشان هيك استهلاك النشويات، الخبز، حتى السكاكر لازم ننتبه على الكمية. هلا قد ايه بياكل خبز مع اللبن؟ ما نسيت بس أسأله. هل هيدا منيح انه دائما السكري عنده 150 140؟ 150 ليه ما لازم ينزل اكثر؟ بلا، 150 عالي اكيد، ولكن بدنا نشوف نحن قد ايه كان قبل السكري تصار هلا 150. يعني في كثير اسئله لازم اعرفها كرمال تجاوبه تحديدا له، ولكن بالمطلق بالاجمال شخص عنده سكري ممكن انه ياخذ كل يوم خبز ولبن. اهم شيء انه اللبن يكون خالي من الدسم، لانه الاشخاص اللي بيعانوا من مشكله السكري لازم كمان ينتبهوا على نسبه الدهون اللي بياكلوها، واللبن ممكن انه ناخده خالي من الدسم، هيك بنساعد جسمنا انه يتوقع هالمشكله هاي. الخبز لازم ننتبه على الكميه، ولازم اكيد يكون فيه الياف زياده تنساعد جسم الشخص اللي عنده سكري انه يقدر يعدل هال. وبزر الكتان، هل في ضرر اذا اكل اخذ بزر الكتان بشكل مطحون؟ ما بعرف كيف عم ياخذوا، اذا اخذ مرتين بالنهار. قبل ما جاوب على سؤال بزر الكتان، في قصه المرتدال كان عم بيحكي انه هو اوقات بياخذ مرتدال. مثل ما لازم ننتبه على اللبن، لازم كمان ننتبه على نوعيه اللحوم اللي عم ناخذها انه ما تكون دسمة. حتى لو ما بتعلي السكري ولكن بتعلي الكوليسترول، وحتى لو ما عندنا كوليسترول عالي، الشخص اللي عنده سكري لازم يتوقع نوعية الدهون اللي عم بيخدها. تأرجع لسؤال البزر الكتان، بزر الكتان بيفيد أكيد، ولكن لازم كل شخص يعرف شو هي الكمية اللي بتناسبه. هلأ هو بياخد ملعقتين بزر كتان عم بيقول بيأثر شيء؟ ما بيأثر، ولكن بدنا نشوف شو هي كمية الدهون اللي عم بيخدها، الزيوت بالأحرى أو الدهون الغير مشبعة اللي عم بيخدها خلال النهار. أوكي، لكن عم شوف قدامي كمان وين نبيد. صح، نبيد أحمر بس. مزبوط، بيقولوا كتير أنه نبيد الأحمر هو مفيد للصحة، لازم ننتبه لهالنقطة هاي، لأنه نبيد الأحمر في شغلتين بدي أحكي عنها بخصوص نبيد الأحمر. البيض الأحمر أكيد كتير صرنا سامعين انه بيحتوي على ماده الريزفيراترول، والريزفيراترول هي ماده، بس تنذكر الاشخاص اللي يمكن ما بيعرفوا شو هي ماده مضاده للتاكسد، بتساعد لتجنب الاشخاص اللي عندهم كوليسترول انه يتاكسد هالكوليسترول عندهم، واكيد يؤدي لمشاكل. وكمان الريزفيراترول برهن انه صحيح مواد مضاده للتاكسد، بتكافح السرطان، بتكافح تكاثر الخلايا السرطانيه، ولكن هيدا الريزفيراترول منه هيدا شيء بوزيتيف للنبيد الاحمر. ولكن لازم نعرف شغله، انه بالنبيد الاحمر ما في بس ريزفيراترول، في كمان الكول او ايثانول او كحول، وبالاجمال الكحول هي من اهم العناصر اللي بتاثر على السرطان. في عدة أنواع من السرطان، في 7 أنواع من السرطان بتأثروا بطريقة ديريكت باستهلاك الكحول والألكول بالأخص. صحيح نبيد الأحمر شو هني؟ بيحتوي على الريزفيراترول ستيفاني، ولكن كمان فيه ألكول. هلأ السرطانات اللي بتتأثر بالألكول عندنا أكيد سرطان التم، الفم، الأزوفاج، الكولون، سرطان الثدي، فيه علاقة خاصة عند السيدات من بعد سن المينوبوز. هلا قديش
قد ايه لازم نستهلك تنكون اريسك. يعني انا وقت اللي بقول استهلاك الكحول هو وقت اللي الاشخاص بشكل منتظم ان كان رجال او سيدات بيستهلكوا كحول بطريقه يوميه. عند الرجال ما لازم تتعدى ال 2 يونتس اوف الكحول، وهون بالاسبوع ولا بالنهار؟ عم نحكي بالنهار. يعني الاشخاص اللي منهم مدمنين فيهم ما يكونوا مدمنين بس ولكن بحبوا ياخذوا كيس، خاصه السيدات ما لازم يتعدوا الكيس، والرجال ما لازم يتعدوا الكيسين يوميا، لانه هل استهلاك هيدا اليومي بيأدي. ممكن انه يكون من اهم الفاكتور دو ريسك حتى لو في ريزفيراترول بالبنبيد الاحمر. هلا ولو حدا مصاب ناتالي، دائما عم بسال هذا السؤال، أكيد. لازم ابدا ما يشرب الكحول؟ من الافضل انه ما يستهلك الكحول، لانه الكحول بيشتغل على عده اصعده. مثل ما كنت عم بقول انه ممكن انه يعمل نوع من، اذا عم نحكي عن الاوزوفاج، ممكن انه يخلي هالالتهاب دائما موجود. وقت اللي بنحكي عن الكحول وشخص عم ياخذ بطريقه منتظمه كحول، في بعض انواع من الفيتامينات ممكن انه تتاثر، وهالفيتامينات هي نوع من من شيلد بتساعد لمكافحه السرطان، غير انه بيزيد الوزن، وهذا كمان فاكتور دو ريسك اضافي. خلص وقتنا، اوكي، بنتابع هذا الموضوع بكره على رد. اوكي ثانكس ناتالي، هاف ا نايس داي. مشاهدينا وقفه ونتابع.